سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاج. احنا مرضناه. ما تعرفيش ليه؟ هنطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده أحسن. يعني قالوا لنا اطلعوا نطلع اقعدوا اقعدوا. ما صدقوا إن احنا قعدنا في قعر الزجاجة، جابوا الفيلا وقفلوا علينا. يعني انقذ العراق وأهل العراق مستحيل. وممكن حد يقعد في اي دوله ويقدروا يختلفون. وعمال توعد الناس تمشي، وما اسهل الوعود، وهنسمع وعود كتيره في الاسابيع اللي جايه، كله هيوعد الناس بكل حاجه. في حاله لو ابوه موجود مش وحده. يعني لو الرئيس مبارك على قيد الحياه ربنا يديله الصحه والطلاق انه على قيد الحياه. جمال نازل؟ اه جمال هيكسب. ليه؟ عشان ابوه موجود. ليه؟ عشان ابوه هو عبد الواحد صاحب الجلد. سلم سلاحة بالدين له بالولاء على اعتبار اكتوبر. جميل صح. ومجددا ذكرتها في العام الماضي واكررها اليوم، تحية الى جمال مفجر ثورة التحديث والتطوير في الحزب. وفي النهاية الكل هيموت. خلي بالك، والله العظيم هتموت، والله العظيم هتموت. انت فاكر ان الكرسي هيخوف ملك الموت؟ انت فاكر ان الجنود هتخوف ملك الموت؟ لا يا حبيبي. اين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بعد 2012 ما تطلبوش مد. حاضر. طلبت مد مش حوافر.